Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İhvani, ahvati, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan kerim, Ramazan mübarek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yubeşşiru s-sahaba fi hadisihi şerif. Etâkum Ramazan, şahrun mübarek. Faradallahu aleykum siyâmeh. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر الصحابة عليهم الرضوان بمجيء وبقدوم شهر رمضان المعظم وهذه البشرى النبوية تمتد عبر الزمان وتمتد عبر المكان وتصل إلى كل إنسان أهل علينا هذا الشهر العظيم شهر رمضان المعظم شهر رمضان الفضيل والبشرية عموما وأمة الإسلام تواجه جائحة كورونا هذه الجائحة التي زلزلت البشرية قاطبة هذه الجائحة التي زلزلت النفوس وزلزلت الاقتصاد وهزت هذا العالم ولكن مرحبا بقضاء الله وقدره فالله عز وجل كما تعلمون إخواني أخواتي يبتلين بما يشاء وبما شاء ومتى شاء وقد قال ربنا عز وجل في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وربنا يذكرنا في سورة الملك قائلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمرحبا بقضاء الله وقدره نسأل الله أن نكون ممن يستثمر هذا الشهر الفضيل ممن يستثمر أيامه صياما ولياليه قياما نسأل الله أن يوفقنا لاستثمار هذا الشهر الفضيل فهو شهر الاستثمار الاستثمار في الطاعات الاستثمار في القربات الاستثمار في الباقيات الصالحات إخواني أخواتي في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك أذكر إخواني وأخواتي بأمرين باستثمارين أساسيين الاستثمار الأول يتمثل في الطاعات والقربات شهر رمضان المعظم شهر القرآن كما قال ربنا في سورة البقرة في الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكره الله عز وجل باسمه تشريفا له وقرنه بكتابه العزيز بوحيه الطاهر القرآن العظيم الذي قال فيه ربنا عز وجل كما في سورة الإسراء في الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في مجال الإيمان في مجال العقيدة فالقرآن هو الذي يبصرنا بسبيل النجاة فالإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له وإفراده بالعبودية هذا شرف كبير يناله المؤمن دون غيره فالقرآن هو الذي بصر البشرية قاطبة بطريق النجاة إذ قال الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 255 في آية الكرسي يقول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهذه الآية المباركة تبين لنا على وجه القطع واليقين أن الله وحده لا شريك له الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتأكد ذلك في الآية التي تليها مباشرة في الآية 256 حيث يقول ربنا عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فالكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله
بالمناسبة هذه الآية تساوي لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت نفي تساوي لا إله، إلا ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهذه الآية تساوي قولنا لا إله إلا الله نفي وإثبات. والنتيجة كما في الآية 256 من سورة البقرة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وتأكد ذلك أيضا هذا الأصل الأصيل، تأكد في سورة الأنبياء في الآية 25 حيث ينبئنا الله عز وجل بأن جميع النبيين وجميع المرسلين قد جاءوا بهذا الأصل الأصيل بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله. تقول الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالقرآن الكريم هو الذي يبصرنا بطريق النجاة في أمر الإيمان، في أمر العقيدة. والإيمان في حد ذاته شجرة ممتدة الجذور في عمق القلوب، مثل الشجرة كما شبهها ربنا عز وجل في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27، حيث يقول ربنا عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. والكلمة الطيبة في تفسير ابن عباس هي لا إله إلا الله، ولكن اتفق المفسرون على جواز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن الكلمة الطيبة مطلقا. ألم تر كيف ضرب، وكلمة لا إله إلا الله هي أصل لكل كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت يعني جذورها ممتدة في عمق الأرض، هذه هي الشجرة، هذا حالها. وكذلك شجرة الإيمان حينما تغرس في القلوب حتى ولو تهتز هذه الشجرة. فنحن في هذه الأيام مع هذه الجائحة، مع هذا الوباء، لا شك أن البشرية تهتز وأن البشرية تزلزل اقتصاديا نفسيا اجتماعيا في جميع المجالات، ولكن الإيمان هو الذي يعطينا هذا الثبات كما سيأتي البيان بعد حين. إذن قرن قبيليث ولاش تشيطوري هزواضو، معناه ما كانش شجرة اللي مهبش عليها الريح ويهزها ولكن لا يقتلعها لأن جذورها ممتدة في عمق الأرض. فكذلك حال الإيمان: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، دليل دلالة على هذا السمو، على هذه الرفعة، على هذه الدرجة السامقة لشجرة الإيمان. وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة أكلها كل حين بإذن ربها، لأن الأشجار التي نعرفها في حياتنا هي أشجار تثمر في مواسم معينة، ولكن شجرة الإيمان تثمر في كل آن. لذلك قال ربنا عز وجل: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس، أي بلا حدود. ثم يقول في النهاية ربنا عز وجل في نهاية الآيتين 26-27 قبل ذلك: ومثل كلمة خبيثة، والعياذ بالله، هي كلمة الكفر وكلمة الشرك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا. إذن هذه ثمرة من ثمرات الإيمان ذكرها الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين. فالمؤمن يثبته الله مهما حصلت هناك ابتلاءات وهموم ومشكلات وأوبئة ومجاعات. أذكر إخواني وأخواتي بحصول هذه الأوبئة عبر القرون، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، في سنة 775 للهجرة حصل وباء، وبالمناسبة في شهر رجب من سنة 775 للهجرة حصل وباء كبير مدمر أزهق الكثير من الأرواح،
لذلك في ذلك الوقت تقي الدين المقريزي وهو من كبار العلماء ومن تلاميذ العلامة ابن خلدون ألف كتابا في ليلة واحدة. في ذلك الوقت ليس هناك إعلام ولا هواتف نقالة ذكية ولا تلفزيونات، ولكن هذا العالم الجليل تقي الدين المقريزي ألف كتابا في ليلة واحدة خدمة للأمة وتبصيرا لها وتثبيتا لها، ليذكر الأمة بأن الله سيبتلين بما يشاء، وبأن الأمة وبأن البشرية إذا آمنت ورجعت إلى الله عز وجل وقادر على أن يرفع الوباء، كما نسأل الله عز وجل الآن ونحن مع وباء كورونا مع هذه الجائحة المدمرة، نسأل الله أن يرفع هذا الوباء، ندعوه كما أمر ونرجوه كما وعد. فربنا قال في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله الحق في سورة غافر الآية 60، وفي سورة البقرة في الآية 186. سبحان الله، هذه الآية بالمناسبة جاءت بعد آية الصيام، الآية 185 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى نهاية الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والآية التي تليها الآية 186 هي آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقد وعد الله وعده حق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقول: حينما نقرأ وعدا لله أو وعدا لرسوله نرتاح. لما؟ لأن الله لا يخلف الميعاد. كي نقرأ ربي سبحانه وعدنا في القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا في السنة، نرتاح ونطمئن، لأن ربي كي وعد يوعد وعده حق. ربي ما لغي وعد قواليس نغن في صلى الله عليه وسلم ما لغي في كل وعد الوعد سيذت ذا شو من الميك فغى ربي ذا شو ماشي من المين فغى نكوني، خطر ربي سبحانه أينك فغى أذي ضرو، كما قال القرآن في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الإمام المقريزي رحمه الله ألف كتابا خدمة للأمة وتثبيتا للأمة وتذكيرا للأمة. وربنا يقول في سورة الذاريات في الآية 56 في الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبعدها مباشرة تأتي الآية 56 حيث يقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادتنا في هذا الشهر الفضيل نجملها بالصبر الجميل، نجملها بالنفس الطويل، نجملها بالطاعات والقربات، بصلاة، بتلاوة القرآن، بملازمة القرآن تلاوة وتدبرا، وهذه طاعة كبرى نستثمرها في هذا الشهر الفضيل. أنغر القرآن الكريم ما ينومين زمر ما يزمر بعد ما يختم يوسن تيكلت يوم فريغ الله يبارك، ما يزمر مرتين نغفردين الله يبارك، أين يزمر فنادم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك صلاة التراويح، نحن حرمنا من صلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل. نحن نعلم في شهر رمضان المبارك قلوبنا تسبق أبداننا إلى المساجد ذي رمضان، ولون النغ زورن الجثة النغ الجوامع أكن من الله ذرقة صمتوث مزي مقار أن صروحوا الجوامع عن صلاة التراويح. هذه نعمة كبرى عشناها في سنوات سبقت، ولكن سقسان الله غالب أمر الله يصير. هذه السنة حرمنا من صلاة التراويح في المساجد، ولكن في ذلك عبر. العبرة الأولى أننا سوف ندرك تماما قيمة نعمة صلاة التراويح في المساجد لنحافظ عليها في قابل الأيام في قابل الأعوام.
إن شاء الله ربي يرفع هذا الوباء ويجي رمضان الآخر إن شاء الله الأخرين ونصلي في الجوامع هذاك النهار نحافظوا عليها. هذه نعمة، هذه السنة أدركنا قيمة زوال هذه النعمة. ومن جهة أخرى نعوض صلاة التراويح في مساجدنا، نحول بيوتنا إلى مصليات، تجتمع الأسرة فنصلي صلاة التراويح في المساجد. ولكن وضح مسألة إخواني أخواتي، أنه في الأسرة اللي يكونوا فيها أربعة خمسة من أفراد الأسرة، ستة سبعة وش كاين، أحد الرجال يتقدم أفراد الأسرة ويصلي بهم إماما، يصلي بهم إمام هكذا. ومن بعد ولكن لازم أفراد الأسرة ما يتقاربوش، سمحوا لي كيصليوا مثلا في الصالون في قاعة الاستقبال مثلا، عليه ممكن يكون واحد شاب من أفراد الأسرة لا سمح الله ممكن يكون هو حامل لفيروس الكورونا وما على بالوش، وهذه كما خبرونا بها الخبراء الأطباء وربنا قال فاسأل به خبيرا. ممكن واحد من أفراد الأسرة يكون إنسان كبير، مرأة ولا راجل ولا واحد منهم مريض، وبعدين ينتقل هذا الفيروس من هذا الشاب السليم يعني عنده صحة ما شاء الله، وينتقل إلى هذاك الإنسان اللي كبير داخل الأسرة. علاش قلت لكم هكا؟ باش ناخذوا الاحتياطات، معناه ضرورة مراعاة التدابير الاحترازية حتى ونحن في الصلاة، وهذا أمر جائز. يعني كل واحد بين واحد والآخر يكون متر مثلا بيناتهم يفترقوا، والإمام هذاك الراجل يصلي بالناس داخل الأسرة إماما، ونسأل الله القبول، يصلي بهم العشاء وبعدين يصلي التراويح. واش يقدروا؟ أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، واش يقدروا؟ إذا كان هذاك الراجل يحفظ القرآن، الأفضل يصلي التراويح مما يحفظه. ولكن إذا كان ما يحفظش لا يصح، يصح باش يستعين بالمصحف الشريف من أجل يصلي بهم التراويح، بمعنى يفتح المصحف أمامه ويقرأ مثلا في الركعة الأولى صفحة اليمنى، وفي الركعة الثانية الركعة الثانية، وهكذا حتى يكمل يسلم بعدين بعد كل ركعتين حتى يكملوا صلاة التراويح. يعني هذه المسألة وضحناها باش يعني نعرفوا باللي بإذن الله تعالى هذه نعمة. سمحوا لي نقول لكم حاجة مهمة، ستتحول هذه التراويح اللي نصليها في بيوتنا إلى ذكرى سنذكرها في السنوات القادمة. نذكر نقول هذاك النهار هذاك السنة اللي كان فيها كورونا وما صليناش في الجوامع وصلنا مع الأسر نتاعنا، تتحول إلى ذكرى جميلة. يعني نحقق منحة في محنة. أدياسي ونواس ثواشو تاقي الظلم تراويح ذو خام أدعو الغسيد سفهماغ يونس قرقازن داخل بخام، هذه الظل دل الإمام دل الإمام ستواشولت يرقازن ثلاويني قرذان الظل فيرس بعد سمحتيه، أما ذا بك ذن باعذن غسل بخام ذن باعذن أيغر خطر بالك يونس قلمزين ورعني الخام ذي السولغ بالك يرفذ فيروس أجين كورونا يزمر في السنطض يون سق مغارن نثي مغارين إلا ندخل نتواشولت نغيون سيسني يوظن لحت إلى قنص حبيبر في الزمرث إلى قن حذر في الزمرث. أعود إلى تلك الثمرة، ثمرة الإيمان. ربنا عز وجل ذكرنا في سورة إبراهيم في الآيتين 26-27 بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أمر آخر من ثمرة الإيمان السكينة، وربنا عز وجل قدر أن يزرع السكينة في قلوب المؤمنين. المؤمن يتحلف سيوث من الراحة بول الراحة البال، أخطر ذي المؤمن يطفذ ربي يمنص ربي يضوع ربي يغرى القرآن وهكذا تظلي رمضان القيام إلى آخره. لذلك ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
يعني أساد أمساد بنسان الإيمان أسيف كربي هدية نعمة ثم قرانت لشو تيسان من التسام. على كل حال أعود إلى قوله تعالى في سورة الإسراء الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. إذن المستوى الأول أن القرآن يهدينا إلى طريق النجاة في مجال الإيمان، فنتعرف على الله ونعبده ونسأل الله أن يوفقنا لنحقق درجة الإحسان، كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمستوى الثاني مستوى العبادات، فالقرآن هو الذي يرشدنا إلى كيفية عبادة الله، كيف نحقق العبادة الحقة، بدءا من الصورة الأولى في المصحف الشريف سورة الفاتحة، وهي الشافية وهي الكافية وهي الوافية وهي الدعاء وهي الصلاة، أسماؤها عديدة. يقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. بهذه الصيغة الحصرية أي نفرد الله وحده بالعبادة لأنه يستحقها. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن القرآن الكريم يرشدنا إلى طريق عبادة الله عز وجل، العبادة الحقة. القرآن ذن سرغ دين جرنا فريد أمشر نعبد ربي أكن يلزم أكن قلها أكن وثا. المستوى الثالث هو الجانب التشريعي، جانب الجانب الشرعي. فالشريعة إخواني أخواتي كما تعلمون هي التي تضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة، كما قال ربنا عز وجل في سورة الجاثية في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وما سميت أحكام الشريعة بالشريعة إلا لاستقامة أحكامها. والمستوى الرابع هو المستوى الأخلاقي التربوي، فربنا عز وجل في آية القرآن يرشدنا إلى طريق النجاة من ناحية الأخلاقية من ناحية التربوية. فيكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن شرفا أن الله قد مدحه بحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. ليخبرنا القرآن الكريم بأن الخلق صفة مهمة في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان مؤمنا بالله، عابدا لله، ملتزما بأحكام الشريعة، ولكن لتكتمل الصورة وتتجمل لا بد أن يرتقي في مستوى الإيمان، في مستوى الأخلاق، فيتمثل تلك القيم التربوية الأخلاقية التي ترفع مقامه عند الله وعند رسوله وعند الناس. لذلك أنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى كما في الحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، الإمام البخاري يروي مجموعة أحاديث في مجال الأخلاق في كتابه الثاني، ليس في صحيحه ولكن في الأدب المفرد. فيقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول: أكمل المؤمنين إيمان أحاسنهم أخلاقا. ويقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الأمر الأول الذي نحققه في هذا الشهر الفضيل. والأمر الثاني هو التقوى. ربنا قال في سورة البقرة في الآية 183 قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام والقرآن هما سلمان للارتقاء إلى مستوى التقوى، والتقوى رأس الأمر كله. ربي مدي فرض لنا الصيام يختم الآية 183 إن لعلكم تتقون. الخوف الربي وقي ذا المقن علين ثقي الدرجة علين ما يبض بنادم أذي سين ربي وذي ضع ربي وذي قوض ربي أذي حذر منيس وذي حذر ثوذرثيس وذي جال ثوذرثيس تسيب حيرث أذي زرع ذكس
الخير ذو الطاعة وين يلهان أين ريغلت ذي لخرث أماكن دينا ربي ذي سورة الكهف اللي ثنقروث اللي 110 إن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أوين يتراجو قبل ربي أذي يخدم الخدمة يصلحا خطر يوم نص ربي يقضى ربي يخدمي ثي وذمر ربي أين يخدم ذي الدنيث أثي غلف ذي الآخر وثي يخدم مخلصا لله تعالى. لذلك التقوى حينما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن التقوى قال يعني ترجمها في أربعة أمور أساسية. الأمر الأول الخوف من الجليل، الخوف من ربي سبحانه. الناس بكري يقولوا خاف اللي ما يخافش ربي، أقواذ وذر نسقواذ ربي. ممكن الإنسان اللي يخاف ربي ممكن يغلط ممكن يظلم، ولكن كي تقول اتق الله خاف ربي يتذكر ويعود إلى جادة الحق والصواب ويستغفر. قرن يقواذ وذر نسقواذ ربي. الخوف من الجليل عز وجل. الأمر الثاني القناعة بالأمر الثاني القناعة بالقليل، القناعة بالقليل أو عفوا الأمر الثاني العمل بالتنزيل. إذن الأمر الأول الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، الأمر الثاني العمل بالتنزيل أي القرآن الكريم كما شرحناه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، والجن كما قال القرآن في سورة الجن في الآيتين الأولى والثانية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، والأمر الثالث القناعة بالقليل. هذه الأيام تغيرت عاداتنا للأسف، احنا في يعني في رمضان اللي فاتوا يعني احيانا بعضنا يسرف ويبذر ياكل بعينه يدخل السوق ويشري كل شيء، وبعدين في الاخير المعدة نتاعو لم تكبر. المعدة نتاع شعبان هي المعدة نتاع رمضان هي المعدة نتاع شوال، وبعدين كاين تبذير للأسف كثير، وربنا يقول ولا تبذر تبذيرا. إذن هذه السنة لابد أن نقتصد ونتعلم القناعة، تدريب عملي على القناعة. والإمام الشافعي الله يرضى عليه يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أما السعد بن يتشور القنيعة قوليس القنيعة تشور ليس. لذلك نكتفي بالحد المطلوب فقط، إنما تنصرف جهودنا وينصرف اجتهادنا إلى الاستثمار في الطاعات والقربات ماهوش في المأكولات والمطعومات. القناعة بالقليل. والأمر الرابع كما قال الإمام علي رضي الله عنه والاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل سيأتي حتما، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سنلقى الله حتما متى شاء. وقد قال ربنا عز وجل ولكل أجل كتاب وكل آت قريب. إذن لابد أن نفكر لتلك الرحلة، رحلة الخلود، حينما نودع هذه الدنيا وقد أحسننا استثمار الدنيا وحولناها إلى مزرعة سنجني ثمارها يوم القيامة إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون كما قال ربنا عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكرنا الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في نهاية هذا اللقاء إخواني أخواتي أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بالإكثار من الدعاء في هذا الشهر الفضيل، والدعاء دعاء الصائم مستجاب، وعند الإفطار الدعاء مستجاب. ولا بد أن نجتهد في ترصد الأحوال الشريفة والهيئات الشريفة الفاضلة مثل السجود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ثم أمرنا بأن نكثر من الدعاء ونحن في حالة السجود.
نكثر الدعاء لأمواتنا، نسأل الله ولمرضانا ولأحيائنا ولغرباء وللمغتربين. أنتم إخواني وأخواتي في بلاد الغربة اجتمعت عليكم ظروف صعبة، ونحن كلنا نتقاسم هذه الظروف ويدعو بعضنا لبعض في ظهر الغيب. في النهاية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وعن البشرية جمعاء. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم وفقنا لاستثمار هذا الشهر الفضيل، لاستثمار أيامه صياما واستثمار لياليه قياما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.